مؤسسة مجموعة مداري السابلة التي درست فيها منذ الصغر، وكانت حقا كان حفلا رائعا. لم أتوقع أن أحظى بهذا الاهتمام الكبير من طرف مؤسستي، فقد قاموا بتكريمي، قاموا بمجموعة من المجهودات لإنجاح هذا الحفل، وأنا أشكرهم جزيل الشكر على هذه المجهودات. يعني هذا شراكة هذه للهدف الأول والأثمن ديالها، أننا كي كنقولوا في جمعية مبادرة شباب المغرب، نحن نؤثر ونكون نخب شابة، نحن نؤمن بأن التكوين المستمر هو أساس ديال أي وطن مزدهر. فملي كنقولوا مشكل اجتماعي عند الطفل المغربي، ماشي كنقصدوا بأن خصنا نتلو الدولة أو الحكومة اللي تحرك، وإنما يد في يد باش نلقاو الحل والمغرب يولي ما تبقاش من الدول على التاريخ وإنما من الدول المتقدمة إن شاء الله. تلميذة سلمى فهمان بصفتها تلميذة بالمانية والتي تمثل أطفال مدينة مراكش حظت بولوج هذا المؤتمر، وذلك نظرا لنتائجها المتميزة ونبوغها. إذن نحن كمؤسسة ننوه بهذه التلميذة التي في الحقيقة عبرت وحظت بمجموعة من التجارب وتقاسمت التجارب، كذلك تقاسمت ترسيخ الديمقراطية لدى الأطفال. فنحن جد فرحين ومسرورين بهذه التلميذة، نتمنى لها إن شاء الله مستقبل واعد. الشرف في تنظيم هذا الحفل البهيج، وذلك لتتمين مجهوداتها التي هي عبارة عن مجموعة من السنوات التي قضتها في المؤسسة في رحاب المؤسسة منذ نعومة أظافرها من السلك الأولي إلى الثانية باكالوريا. خلال هذه المسيرة الدراسية للتلميذة سلمى فهمان كانت دائما من الأوائل في جميع المناسبات وفي جميع المواد، وكذا في جميع التظاهرات الرياضية وفي أولمبياد الرياضيات الذي تنظمه وزارة التربية الوطنية والنيابة. أتقدم بجزيل الشكر لكل الحضور الذي حضر معنا اليوم في حفل تتويج تلميذة سلمى فهمان، والتي هي عبارة عن نتاج لمشروع المؤسسة الذي طال زمنه أزيد من 11 سنة، والحمد لله اليوم نرى نتاج هذا العمل المتواصل الجبار في تلميذة متكاملة لا أخلاقا ولا خلقا. وأشكر جزيل الشكر كل الإعلاميين ورجال الصحافة الذين حضروا اليوم لتتويج مثل هذه التظاهرات الثقافية، كما نشكر الأكاديمية والمديرية والنيابة كذلك، وشكرنا الجزيل لكل الأطر الإدارية والتربوية التي كانت وراء صنع منتوج اسمه سلمى فهمان. حي الرسامي قدرة خلايا من سبع مرات.